ريمون ما تحق ريمون بتضحكك عجبتك مامت حبيبة دي؟ بص هي مزة بس ينقصها شوية حاجات ابتديناك كده انا قلت لها مرة واحدة بس يا نهار اسود دي يا عمته لا ادخل اقول لها لا انا عيل عندي 8 سنين بسيبك انت من الناس كملي انت يا امك سيد مصطفى مختار ابو المجد الشهير بمصطفى كرتونة مصلحتكوا تهمني ولازم تفهموا ان زي ما عليكوا واجبات انتوا ليكوا حقوق انا مش فاهم حاجة انا فاهم يعني ايه ديمقراطية؟ يعني ان اختار مختار طب بما انك هتختار مختار رأيك ايه في الاتهام الموجه للسيد مختار ان هو مش بيسمعنا وبيلوش يلا انت مربع كده عشان انت مؤدب ولا لسه عامل مؤدب؟ لا مؤدب عامل مؤدب لا مؤدب عينك بتقول انك عامل مؤدب قوي لا مؤدب مؤدب قوي ولا نص نص؟ لا مؤدب يعني انت اخر حاجة طلعت عين بابا فيها ايه؟ النهاردة الصبح مؤدب قوي جدا أوريا. طيب قبل ما اعرف انت طلعت عينه دي عايز اسمع اسمك بقى كامل ريمون توفيق فايق عبد الشهيد جرجس مين جرجس بقى ما انا معاك مش عرفني وانا المحافظ طيب قول لي بقى انت قلت لي انك طلعت عين بابا النهارده الصبح اه في ايه بقى عملت ايه لازم يعني ارجوك اصل بابا هنا فهو